ويا صباح الفل والجمال على اجدع واحلى ناس في كوكب الارض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقه جديده وحلقه رايقه كالعاده، وحلقه النهارده يا ساده من سلسله تطبيقات مفيده. والنهارده ان شاء الله هنتعرف ازاي نجمع معلومات عن اي شخص من خلال رقم تليفونه او من خلال الصوره بتاعته. حلقه النهارده هيكون فيها معلومات دسمه كتير، فهات كوبايه قهوه حلوه. بس يعني انا ليه بعلمك الموضوع ده؟ مثلا ممكن في يوم من الايام ممكن حد يخش يكلمك على الواتساب عشان ينصب عليك ويبعت لك صوره فيك مثلا، وانت عايز تتاكد اذا كانت الصوره دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. فعلشان كده انا بعمل الحلقه دي، عشان يعني ايه، بحميك كده من المنتحلين والنصابين اللي كتروا الفتره دي، بسم الله ما شاء الله. يعني المهم نبدا الحلقه. ما تنسونيش باللايك الجامد، بالسبسكرايب الاجمد، بالكومنت الحلو، وصلى الله على سيدنا محمد لانه يكون شفيع وشفاعك يوم القيامه. وتعالى اول حاجه نتعرف عليها مع بعض، هو تطبيق عدسه جوجل. وزي ما انت شايف دلوقتي الموبايل ظهر في الجنب على ابلكيشن عدسه جوجل، وهو ده التطبيق. التطبيق ده عبقري وممكن تحتاجه في حاجات كتيرة جدا. اول استخدام للتطبيق انك مثلا ايه، انا فتح الكاميرا ممكن تصور اي حاجة. على سبيل المثال انا هصور الرينج لايت بالشكل ده، تمام؟ هقول له ابحث لي، هيجيب لي منتجات مشابهة. معنى كده ان انا ممكن استخدم التطبيق ده في انه يجيب لي اي منتج انا مش عارف اسمه ويجيبه لي بيتباع فين زي ما انت شايف بالسعر بتاعه. تاني استخدام ليه وهو انه يبحث لك عن اشخاص. ازاي بقى نستخدم الاستخدام ده؟ عفوا، ازاي نستخدم الاستخدام ده؟ هتيجي على بحث برضو، تمام، وتضغط على علامة الصور وتبدأ تختار صورة الشخص اللي انت عايز تبحث عنه. على سبيل المثال انا هنا جبت صورة البنت، كان رقم بيكلمني وكان حاطط الصورة دي وحسيت ان هو عايز ينصب عليا، فهبدأ ابحث زي ما انتوا شايفين بالشكل ده عن الصورة، تمام. لقيتها منشور عنها اخبار في بوابة اخبار اليوم، هبدأ افتح الخبر بالشكل ده. تعرف على اهم الشخصيات النسائيه الاكثر تاثيرا في العالم. معنى كده ان ده يعني شخص مش عادي، يعني مش شخص عادي داخل يكلمني يسالني على حاجه. دي صوره حد مشهور. مين دي؟ اسمها ساره البطوطي، وتم تعيينها سفيره في الامم المتحده. فمستحيل الاستاذه ساره تخش تكلمني، من رابع المستحيلات اصلا، تمام. فكده الشخص ده نصاب. فهمت انا بعلمك ليه الموضوع ده ليه اصلا؟ ندخل بقى على التطبيق التاني اللي معانا النهارده، وهو اسمه البحث بالصور، تمام. انا مثبته عندي، هبحث عنه في التطبيقات. كل التطبيقات دي هتلاقي الرابط بتاعها في الديسكريبشن ان شاء الله. هبدا افتح التطبيق. نفس الفكره، في رقم بيكلمني وانا عايز اجمع عنه معلومات، وماليش ملوش غير صوره حاططها على الواتس. هاجي اضغط على علامه الزائد واختار علامه الصور، وهبدا اجيب صوره لمين مثلا، وليكن يعني البرنامج ده بينفع اكتر مع الشخصيات المشهورة، فحاول اجيب صورة نفس الشخص اللي كان بيكلمني مثلا، تمام. هجيب له نفس الصورة، تمام. هبدأ ابحث بالشكل ده وهقول له بحث، تمام. بيقول لي جاري تجهيز الصورة للبحث. حلو. الحلو بقى في التطبيق ده انه بيجيب لك اكتر من مصدر غير جوجل. يعني هنا جاب لي جوجل، وعندي تحت محرك البحث اللي هو الروسي تقريبا، وعندي كمان بينج جاب لي كذا معلومات عشان اتاكد. واضح ان الشخصيه دي اصلا معروفه يعني. تمام، ده التطبيق التاني. نخش على التطبيق التالت، وهو مش تطبيق، هو موقع لكن جامد جدا. الموقع اسمه fishcheck.id، وهو ده الرابط بتاعه. زي ما انت شايف بيقول لك تصفح واختار صوره الشخص اللي انت عايز تجيب عنه معلومات. انا هجيب صوره ليا انا شخصيا عشان اوريكم قدره الموقع ده. انا هنا جبت صورة لنفسي متصورها من ساعتين تلاتة في الجيم، وما نزلتهاش في اي مكان علشان اعمل عليها التجربة واقول لكم قد ايه الموقع ده رهيب. هبدأ احط صورتي بالشكل ده وهضغط على اضافة، هيبدأ يرفع الصورة. استنى عليه خالص لحد ما الصورة تترفع. بعد ما الصورة اترفعت قصها لي وحدد ملامح وشي بالظبط، وهقول له البحث عبر الانترنت، وهوافق على الشروط بتاعته. وهنا بيجيب لي زي كود كاباتشا كده بسيط، ببدأ احله وبيقول لي في انتظار تم الارسال، وبيبدأ يبحث. هنا هيبدأ يعد من 0 لـ100، خلينا معاه كده. بيبدأ يحلل لانه هيجيب لي صور ليا، وهيجيب لي اكونتات ليا، وهيجيب صور ناس شبهي. فالموضوع جامد جدا. لكن مشكلة الموقع ده ان هو للأسف مدفوع، عشان كده انا خليته تالت حاجة معنا. زي ما انت شايف جاب الاكونتات بتاعتي مع اني متصور الصورة دي النهاردة. جاب الاكونت بتاعي على كلاب هاوس، والصفحة بتاعتي على تيك توك، واكاونت تاني على كلاب هاوس، واكاونت على جيت هاب، وجاب صور ناس قريبين مني زي ما انت شايف. فهو نجح فعلا انه يجيب معلومات عندي. الموقع ده جبار، لكن مشكلته للأسف ان هو مدفوع، والعضوية بتاعته بتبدأ من مبلغ 6 دولار. يعني لو جيت ضغطت هنا هيقول لي لازم تشتري رصيد، واقل حاجة
$6 زي ما انت شايف، والدفع هنا بيكون عن طريق البيتكوين واللايتكوين. ندخل بقى على الموضوع اللي بعد كده، وهو ازاي تجيب معلومات عن اي شخص من خلال رقم تليفونه. وانا هنا بستخدم 3 تطبيقات. اول تطبيق هو ايكون، تعالوا نفتحه مع بعض. انا مثبت التطبيق ومسجل الدخول فيه، وايكون اداة مجانية لكن قوية جدا. زي ما انتوا شايفين دلوقتي دي الواجهة بتاعت ايكون، واداني على جهات الاتصال والسجل، وفوق ممكن ابحث عن اي رقم. على سبيل المثال انا هبحث عن الرقم بتاعي المعروف بالشكل ده، تمام؟ انا مسجله هنا زي ما انت شايف، جاب لي الرقم. الحلو في ايكون ان الرقم ده لو ليه صور بيجيبها لي، لو ليه فيسبوك بيجيبها لي، لو ليه تليجرام بيجيبه لي، لو ليه واتساب بيجيبه لي وانا بضغط بس. الجميل بقى انه بيجيب لك الصورة وبيجيب لك الفيسبوك، فايكون حلو جدا لو كنت عايز تعرف فيسبوك بتاع حد. للأسف ايكون عشان مش منتشر فمش هتلاقيه شغال معك في كل الارقام، على الرغم والله انه بيجيب لي 90% من الارقام اللي انا ببحث عنها. والجميل ان الارقام دي لو ليها صور زي ما انت شايف بيبدا يضيفها لك اوتوماتيك في جهات الاتصال، فايكون جامد جدا. التطبيق اللي بعد كده هو جيت كونتاكت، واعتقد مفيش مصري مش مثبت التطبيق ده. كل ما هو عليك انك تسجل في التطبيق وبعد كده تبحث عن الرقم اللي انت عايزه، هيجيب لك الناس مسجله الرقم ده ايه، فبكده بيجيب لك معلومات وانت ممكن تبحث بالمعلومات دي. على سبيل المثال ده انا مثلا زي ما انت شايف جاب لي الناس مسجلاني ايه، زي ما انت شايف اكتر تقريبا من 30 اسم الناس مسجلاني بيه، فببدأ اجمع معلومات عن الرقم من خلال الاسماء المسجلة. مثلا لو هو نصاب هتلاقيه مكتوب لك عليه نصاب، وهكذا وهكذا. اخر تطبيق معانا وهو ترو كولر، واعتقد برضو مفيش حد مش مثبت ترو كولر عنده. ترو كولر جامد جدا، مجرد انك بتبحث بيجيب لك معلومات، وفي داتا كتير لأرقام كتيرة جدا في مصر وبره مصر، فهو يعتبر أبليكيشن كويس جدا لو انت عايز تبحث عن معلومات لأي شخص. ولو انت عندك ترو كولر جولد بيجيب لك الفيسبوك بتاعه برضو، بيجيب لك الجيميل بتاعه، ولو في نبذة إذا كانت شركة برضو بيظهرها لك. دي كانت كل التطبيقات وكل الطرق اللي أنا بستخدمها شخصيا لما بحب أجمع معلومات عن أي شخص. بالإضافة لكده في طرق تانية بتكون بسوفت وير مختلفة على الكمبيوتر، ولكن انت مش هتحتاجها كواحد مش خبير. في أدوات على الكالي لينكس مثلا بتسهل لك الدنيا وبتجيب لك معلومات عن اي رقم انت عايزه، بتكون معلومات دقيقة جدا، بس للأسف مش هشرحها لان اعتقد دي هتبقى ضد سياسة يوتيوب، لان الكالي لينكس هو زي نظام كده تشغيل زي الويندوز بالظبط، ولكن هو مخصص لعملية اختبار الاختراق، فعلشان كده انا مش هتكلم عنه هنا في القناة. صراحة خايف على القناة بتاعتي. بس كده لحد كده تكون حلقة النهاردة خلصت. لو الحلقة عجبتك ياريت متسنيش باللايك الجامد، السبسكرايب الأجمد، الكومنت الحلو، صلى على سيدنا محمد لأنه يكون شفيه وشفعك يوم القيامة إن شاء الله. صباحكم زي الفل وعسل.